العمال ديال اي انا كمن مندوب ديال العمال مندوب ديال التحيه النضاليه. اذا واحد الكلمه مفتوحه بخصوص هذه الوقفه هذه وبخصوص الاكراهات اللي كتواجهكم. هذه كرساله الاداره والسلطه المعنيه. حقاش كبشينا درنا حوارات مع المندوب، مع اول حاجه بدا مع سبيكتور ترافاي، من بعد زدنا عند المندوب، من بعد اللجنه التنسيقيه، واللي حتى الان ما كاينش جدوى. من بعد كنسمعوا هذا الاسبوع هذا اللي فات بانه هذاك الامل اللي كان عندنا ديال لاميتيال كنا كنحطوا الدواسا وكيتليفراو السند، ما بالك دابا كنا كنسمعوا بانه اقطعوا نهائيا، حتى ذاك الامل اللي كان عند الانسان ما بقاش. لدرجه الناس كتموت وضحايا اللي وقفنا معاهم شخصيا دابا لا جينا نجيبكم الاسماء، يعني واحد الخمسه ولا سته ثلاثه منهم رحمه الله. وهاد الناس اللي تما في الطريق كاين شي حالات اللي هما خطيره زعما حوايج ما تقدرش تشوفهم، كتاسف لهم. وكنتمناو من هاد الاداره باش تحاول دير معنا حل. خدام راه في حاله وكتعرف هاد الامور ديال رمضان، ما بالك الانسان ما عندوش حتى ما يخرج دخل تميرات ولا كتعرف الظروف ديال المغاربه كيفاش كيعيشوا كاع المسلمين. السيد كيدخل كيلقى ولده الطاوله خاويه ما كاين حتى شي حاجه، وانت كتاكل وتشرب وكتعيش مع ولادك، هاد الشيء كياسف. وكنتمناو من الناس يديروا حل مع هاد الناس. الا في حاله لكانت الشركه ما زيداش يقول المودي ما زيداش، ما يبقاوش مهمين يقلبوا على روسهم يفسروا لينا. انا ككوميتي اونتربريز ديال المقال ملي كندخلوا كان تحاورق على نفوسنا ما عارفينش. اذا من ثم ما عارف شكون اللي غادي يعرف الخدام. خدام مسكين حتى هو كيهز الشكارتو كيدخل كيهز الصندو كيهز حشاك الحلاسه على دارو كيدخل يخدم، ماشي عنده هو يعني الاداره كيعني الامر، ما الخدام راه خدام وشكرا. اذا واحد الكلمه لرب العمل. رب العمل هنا في استعداد في اي حوار اللي يكون جاد ومعقول، اما الوعود الكاذبه بلاش منها. لا كانوا يعيطوا علينا ونريحوا ثاني كيف ديما، حيت حنا في واحد المده ديال 4 سنين حنا كنتحاوروا ما كاينش جدوى. كلمات وعود غير منطقيه غير صالحه للحوار كاع. ربما كيجيو كيدوزوا الوقت باش يعني يقولوا للسلطه حنا ريحنا معاهم، ولا حنا قلنا لهم جلسوا معنا وتحاورنا معاهم وخدنا معاهم واحد الالتزامات، والتزامات كيديروها ولكن ما كيفوش بها. لدرجه السلطه كدير التزامات وما كتفوش بها. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سيدي هذا حنا دابا كاطرون حنا خدامين مع وحنا كنتسناو هاد الشركه تحل معنا المشكل، ما كتخلصناش في الاجور ديالنا في الوقت ديالها، الصناديق ديالنا 4 ديال الصناديق ما كيتخلصوش، وحنا كنفوضي الامر ديالنا في يد النقابه ديالنا كيتفاوضوا معاهم كيعطيوهم وعود كاذبه كيضروا الرماد في العيون ديالهم. كيجيو الخدامه عندنا الى درجه انه وصل عندنا الديليغي قال لنا ودي راه كيما كذبوا علي انا جيت كذبت عليكم. اذا حنا كنبغينا هاد الاداره هادي تسول الوضعيه ديالنا حنا، اما تسد لا كانت السده نسد هاد الاداره ما عندناش تبقى تباطل وتجرجر فينا حنا، الى درجه ان الناس خدامين في لي شونتي المستحقات ديالهم اللي خاصهم هما ياخذوها كتخلص بها الديون ديال الشركه واللي هو مستحقها وعرف فيها ما كياخذهاش. اذا راه هادشي ماشي معقول هذا. لا شكرا على وجهك.